اسمحوا لي اولا بعد ما ارحب بكل الضيوف من اهالي سيناء والسيد نائب المحافظ سياده اللواء هشام والسكرتير العام المحافظه وكل القيادات والساده النواب وكل المشايخ والقبائل والعواقل اللي موجوده والجماعه بتوع المجلس القومي للمراه يعني، وابنائي طبعا الطلاب والاساتذه والاجهزه المعاونه، ادي الكلمه رائد من الرواد وزي ما قلت لكم قياده وقدوه وعالم ومفكر ومقاتل وفارس، اللواء محمد عبد الفضل الشوشه. بسم الله الرحمن الرحيم. اشكر دكتور حسن راتب على كلمته اللي قالها، ويعني احنا النهارده انا طبعا متابع جيد لصالون المحور، ولكن النهارده الصالون يعني فيه طعم تاني كده، انه بيدار او بيذاع من سينا وبيحمل مناسبتين. المناسبة الأولى زي ما قال الدكتور حسن ذكرى المولد النبوي الشريف، والذكرى الأخرى اللي هي إن شاء الله مراسمها هتتم باكر إن شاء الله، وهو إحياء الذكرى الأولى لشهداء قرية الروضة اللي طبعا كان حادث أليم مرت به مصر بالكامل، ولكن يعني أنا بعتبره أن كان هذا الحادث فتحة، لأن بعدها مباشرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في احتفال المولد النبوي اللي كان بيلي الحادث الأليم، وكلف السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالقضاء على الإرهاب في مدة لا تتجاوز 3 شهور، وبالتالي بدأت الإعداد، وزي ما بنقول كده بدأت العجلة تلف في ملحمة القضاء على الإرهاب، وبدأت فعلا يوم 9/2 بداية العملية الشاملة سينا 2018، وكانت الشرارة بتاعتها زي ما قلت كانت هم شهداء قرية الروضة اللي بندعو لهم وهم طبعا في الجنة، ويعني احنا في هناك الحديث الشريف ان الشهيد له ست حاجات بتتحقق له، اهم حاجة فيهم او العنصر السادس فيهم وهو انه يشفع ل70 من أهل بيته، فيعني شرف كبير وكرم كبير إن شهداء الروضة رغم ارتفاع عددهم اللي وصل حتى الآن 309 شهيد، إلا إنهم يعني دول 309 شفيع ل70، نضرب في 70 نجد إن يعني ممكن كده أهالي الروضة وأحباب أهالي الروضة حينولوا من هذه الشفاعة. طبعا بنتذكر هذا الحدث، وإن شاء الله بكرة إحياء هذه الذكرى، وإن شاء الله هتكون صلاة الجمعة من مسجد الروضة، وإذا كان هناك معنى أن احنا بنتذكر هؤلاء الشهداء، إلا أن المعنى الأكبر والأشمل أن العملية اللي شرارتها بدأت من أحداث مسجد الروضة، أنا بقول إن هي حققت الأهداف بتاعتها، وأنا بتهالي أيام قلائل إن شاء الله، وإن شاء الله العملية سينا 2018 العملية الشاملة إن شاء الله توصل للمدى بتاعها وتستطيع أن تقضي على الإرهاب والإرهابيين. وأنا متهيألي وكل مواطن عايش هنا على أرض سيناء عارف ولامس مدى الأمن والأمان
اللي بدأ يتحقق خلال هذه الأيام، واللي كان نتيجته الرئيسية بعد تولي المسؤولية في 1/9 إن جميع الوسائل اللي هي تعيد مظاهر الحياة إلى سيناء ظهرت. وكان أهم هذه المظاهر وأنا شخصيا أصريت عليه وتنفذ هو إن دخول التعليم ما قبل الجامعي طلبة المدارس الابتدائية والتعليم الجامعي على وجه الخصوص إنه يتم تنفيذه في توقيته المحدد زي أي محافظة أخرى، إن يتم فتح الجامعات وعودة الطلاب في الجامعات وعودة التلاميذ إلى مدارسهم. ده كان هدف استراتيجي رئيسي عشان نعيد الحياة إلى ما كانت عليه. وأنا بقول إن إصراري أنا شخصيا على عودة الطلاب وافتتاح جامعة سيناء في توقيتات الدراسية بتاعتها، ده ما كانش حاجة من عندي، لا، ده أنا بقول إن ده كان مطلب شعبي. وأنا بقول وبأصر على هذا إن عودة جامعة سيناء إلى انتظام الدراسة فيها ده كان مطلب شعبي لأهالي محافظة شمال سيناء، وأنا كنت وسيلة لتلبية هذا المطلب. واللي أنا شفت أثار هذا المطلب وهذا التحقيق لهذا المطلب ظهرت على مدينة العريش بصفة خاصة، وعادت الحياة إلى مدينة العريش نتيجة تواجد طلاب الجامعة، طبعا طلاب جامعة سيناء في الأساس ثم طلاب جامعة العريش. أنا طبعا بوجه تحية شكر وتقدير إلى السادة أعضاء هيئة التدريس في جامعة سيناء على المجهود اللي هم بيبذلوه، وعلى أنهم بيتحملوا مشقة السفر، وأنا بعتذر لهم عن أي تأخير أو تعطيل لهم وهم جايين الجامعة من على المعديات. أنا عارف أن هناك مشكلة وأنا بعتذر عن هذه المشكلة، ولكن يجب أن احنا كلنا نحط اعتبار أمن البلد رقم واحد وبعد كده. إنما أنا واثق أن هذه الحالة إن شاء الله سوف تعود مرة أخرى، ولكن أنا حقيقي بقولها بكل صدق، ويمكن بلغت بهذا الموضوع أستاذي طبعا وأستاذ يعني الجامعة كلها الدكتور حاتم، اللي هو طبعا كان أنا شخصيا شرفت واستفدت كتير جدا في أنه كان مشرف على الرسالة، رسالة الدكتوراه اللي أنا أعدتها. فأنا بقول يا بخت طلبة وطالبات وأعضاء هيئة التدريس جامعة سيناء بوجود مثل هذه القامة بينهم بالفكر المستنير اللي أنا شخصيا استفدت منه وبدله طبعا بالولاء. إذا كان يعني إن شاء الله حقدر إن أنا أعمل حاجة وطبق شيء من رسالة الدكتوراه بتاعتي، فيعود الفضل في هذا التوجيه إلى الدكتور حاتم. فأنا قدام حضراتكم كلكم بشكره وبهنيكم كلكم إن هناك رجل في قامة الدكتور حاتم موجود في جامعة سين. طبعا يعني أنا سعيد بوجودي في هذا الصالون، وبالمناسبة خلوني باسم الحضور من الصالون نرحب بالأستاذة إلهام من وزارة التربية والتعليم، مدير الإدارة المركزية لمتابعة مكتب وزير التربية والتعليم، واللي جاية النهاردة وصلت إلى محافظة شمال سيناء، وجاية على فكرة مرور مفاجئ على مدارس سيناء. وانا استقبلتها النهارده في المكتب بعد ما خدت الجوله بتاعتها بدءا من بير العبد لغايه العريش، وانا سعدت جدا ان لقيت عندها شعور بان اللي شافته في مدارس شمال سيناء لم تراه في القاهره والجيزه.
فده حاجة يعني أنا شخصيا سعيد بهذا. متشكرين لحضرتك، ويعني إن شاء الله إحنا المحافظة، أنا بقول الحوادث اللي بتحصل حاليا في المحافظة المعدل بتاعها زيها زي أي محافظة موجودة في مصر. فإذا بالتالي محافظة شمال سيناء إن شاء الله في طريقها إلى إن شاء الله الأمن والأمان، وإن شاء الله لن يتحقق الأمن والأمان إلا بالتنمية. يعني أساس لازم التنمية تبقى سابقة الأمن بخطوات، والتنمية لن تتحقق بمحاورها المختلفة، وأهمهم طبعا التنمية البشرية المتمثلة في التعليم، سواء التعليم الجامعي أو التعليم ما قبل الجامعي. فأنا سعيد بوجودي النهاردة في صالون المحور، وعايز أستمتع أكتر واستمع إلى ما قاله الدكتور حسن راتب في أن الصالون الغالبية العظمى منه مخصص لأبنائنا الطلبة. حبقى سعيد قوي أسمع في أفكارهم وأسمع آرائهم، لأن أنا مؤمن بأن الأفكار الجريئة والنيرة ما بيجيش غير من الشباب، والكادر الشبابي هو اللي بيوجهنا في مسيرة العمل. فبشكركم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله نحتفل سنويا بذكرى المولد النبوي الشريف من العريش ومن جامعة سينا اللي أنا بعتبرها منارة العلم، واللي أنا يعني بعد ما توليت المسؤولية هنا، أنا طبعا كنت قبل كده متولي المسؤولية من 10 سنين فاتوا، ورجحت تاني، كلمت الدكتور حسن في التليفون وقلت له أنا مصر على أن جامعة سينا تفتح في توقيتها، واللي أهم لأن كانت مشت إشاعة في المحافظة كده أن جامعة سينا هتروح بقى في الدفى شوية في الأنطرة، وطبعا أنا أكدت عليه بأن هذا الموضوع يعني مرفوض شكلا وموضوعا، وهو كان يعني عند كلمته أن أساس جامعة سينا مدينة العريش، وستظل جامعة سينا المنارة في جامعة العريش إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا.